بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا مع درس جديد من دروس شرحي رواية ورش من طريق الشاطبي. وقفنا عند قوله تعالى: وما نريهم من آية الله هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. من آية بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة المعروفة، من آية الله نقل حركة تمز إلى الساكنة قبلها، من أختها كذلك النقل، فعلى قصر البدل في منايتها لنا في يرجعون ثلاثة الإسكان، وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. يا أيه مد منفصل فيه الإشباع، الساحر راء مضمومة قبلها كسر ترقق الراء. نبتدئ بضم الهمزمين، ادعوا لنا. طبعا ننتبه إلى وقالوا يا أيه، فنقف عليها بهاء ليس بألف. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ونادى من ذوات التاء في فتح وتقليل، مصر لا ترقيق في الراء، الأنهار نقل حركة تنزيل الساكنة قبلها، تحتية أفلا قرأنا في بفتح الياء، تبصرون راء مضمومة قبلها كسر ترقق الراء، فعلى فتح ذات الياء من ونادى لنا في أفلا تبصرون ثلاثة الإسكان، وعلى التقليل في ونادى لنا في العارض التوسط الإشباع. أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أمن نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها، خير راء مضمومة قبل ياء ساكنة ترقق الراء. فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب لو جاء معه الملائكة مقترنين. فلولا ألقي مد منفصل في الإشباع، أساورة قرأ نافع بالجمع بألف بعد السين، من ذهب نو نقل حركة تمز إلى الساكنة قبلها، أو جاء معه مد متصل في الإشباع، كذلك الملائكة مد متصل فيه الإشباع. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فلما آسفونا مد منفصل في الإشباع، آسفونا بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، آسفونا انتقمنا نبتدئ بكسر الهمزة، انتقمنا منهم فقط اختبارا، فأغرقناهم أجمعين صلت من الجمع وهو من قبيل المد المنفصل. فعلى قصر بدل في آسفونا لنا في أجمعين ثلاثة الإسكان، وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. فجعلناه سلفا ومثلا للآخرين. للآخرين بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة المعروفة، فعلى قصر بدل لنا في العارض ثلاثة الإسكان، وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ولما ضرب ابن نبتدئ بي ابن مريم بكسر الهمزة فقط اختبارا، مثلا إذا نقل حركة تمز إلى الساكن قبلها، يصدون قرأ نافع بضم الصاد. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقالوا آلهتنا مد منفصل في الإشباع، آلهتنا فيها طبعا هنا ثلاثة همزات، لكن ورش يحقق الأولى ويسهل الثانية بين بين، والثالثة يبدل حرف مد، ولا يجوز هنا إدخال ألف بين الهمزة المحققة والهمزة المسهلة حتى لا تجتمع أربع ألفات. طبعا ورش على أصله في البدل، فيقرأ بالقصر والتوسط الإشباع، خير راء مضمومة قبلها ياء ساكنة ترقق الراء، خير مهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. فعلى قصد بدل في آلهتنا لنا في خاصمون ثلاثة الإسكان، وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل.
عبدنا. نعم، لا نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. لبني إسرائيل، لبني منفصل في الإشباع، إسرائيل مد متصل فيه الإشباع. طبعا البدل في إسرائيل لا يمد. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ولو نشاء مد متصل في الإشباع، ملائكة مد متصل في الإشباع، في الأرض نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. هذا ما فتح الله علينا عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.